نتمنى له التوفيق محمد بن سعيد بن خلفان الظهر كذلك، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الأول الذي حمل بعنوان هذه التحديات. نسير مع بداية هذا الشوط، نتعرف إلى هذه الأسماء. ما شاء الله تبارك الله، أسماء عديدة تشارك، أشعارات جميلة. الله بعود إلى الصدارة، بعود إلى البداية. أتابع من يحمل رقم 5، من تحمل هذا الشعار، أو هناك حاملة رقم 3. إذا نعود إلى المركز الأول، نتابع الصدارة والانطلاق الأول. محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري من يتولى الانطلاق الأول. أما المركز الثاني الغدوم، يا سلام، جمع بن خاطر الجليبي غادم على المركز الثاني. أما المركز الثالث، الله 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 الله، حامل رقم 9، حاملة رقم 9 تتسلل إلى هذا المسار الجميل. الله عليك يا سيف يا بن حمد يا الشامسي الذي انطلق إلى المسار الثالث، ولكن وين الأول؟ وين الإنجاز؟ الله هنيالك هنيالك، هناك من ينتظر الفايز، هناك السيارة، السيارة المقدمة من سيدي سمو الشيخ سلطان. هنيالك ستصافح هذه النداء الكريمة. الله الله الله، العودة العودة إلى البداية. راغب الصدارة، راغب الصدارة، شخصية شخصية، اسمها شخصية، وبالفعل انها على الانتصار الأول. الله، إذا نقول هناك محمد بن سعيد بن خلفان الظهري، ولكن دير بالك دير بالك يا الظهري، دير بالك. إذا نتابع نتابع المركز الثاني، محمد بن شبيع ابن محمد بن ابراهيم على المسار الثاني. الله يا المسار الثالث، الله يا المسار الثالث، سيف محمد بن خلفان الشامسي، ولكن ولكن الصدارة منذ بداية هذا الشوط، السيطرة واضحة، السيطرة جميلة. دير بالك دير بالك دير بالك يا ابو سعيد يا خوي، دير بالك، السيارة تنتظر، السيارة تنتظر الفايز الأول. رقم 8 بالمركز